قناة الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طلب أيضا كلمتهم في هذا التأليف، وسوف نبدأ بكلمة طالبة ناجية، فلتتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ما عساي أن أقول، أصالة عن نفسي وعن مجموعتي الطيبة تخصص التربية الإسلامية، وعن كل الطلبة والأساتذة الكرام الحاضرين هنا في جميع التخصصات، أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الأساتذة الذين أشرفوا على هذا التكوين المتميز. يعني عندما أقول متميز فهو متميز على الصعيد الأخلاقي، يعني الذي طالما افتقدناه في مسيرتنا يعني الدراسية، متميزا كذلك في الجانب العلمي، متميز كذلك كما قال الأستاذ العبيوي، يعني هذه المصاحبة التي يعني حظينا بها يعني في هذا السن، وتمنيناها يعني لو كنا حظينا بها في سنوات سابقة، ولكن ولله الحمد. يعني كما تنقول شي حاجة الحمد لله ما هي الحمد لله راهي فاتت ولا مي الحمد لله. يعني نتقدم الشكر الجزيل للسيد مدير المدرسة، نتقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعة، أتقدم الشكر الجزيل للأساتذة الكرام، وأخص بالذكر يعني أستاذ المساوي، أستاذ شيبر، أستاذ بلامين، أستاذ العبديوي، أستاذ القرواوي، جميع الأساتذة الكرام، أستاذ جودت، جميع الأساتذة الكرام الذين أشرفوا يعني على تكويننا، يعني تكوين أنا أقولها ويعني أسر تكوين متميز على الجانب الأدبي الأخلاقي. أساتذة جمعوا الأدب أخلاق العلم، هذا ما افتقدناه. كما قال الأستاذ المساوي، الحقيقة هي زاوية ما تخيلناش نخرجوا منها، والمجموعة ديالنا يعني الحمد لله راهي كطمح الماستر، طالبنا بالماستر ديالنا في التربية الإسلامية، والحمد لله وافقت لي الحمد لله جمعنا الأستاذ المساوي والأستاذ الشيغر الموافقة على باش نحظوا بالماستر في هذه المدرسة هذه، ونتمنى من الله عز وجل ماستر ودكتوراه إن شاء الله، ونتمنى من الله عز وجل يكونوا إضافة مفيدة في هذه المؤسسة. والحمد لله كما تقولوا كانت عتبة مباركة أن الله عز وجل بعد سنين، الحمد لله كنت أتكلم على نفسي ديال 22 عام ديال توقف عن الدراسة، الحمد لله جاب ربي عز وجل فرج مؤسسة الحمد لله متميزة معروفة الحمد لله. يلا اليوم أخذت العقد، يلا اليوم المدير العام ديال المجموعة ديال المدرسة، أنها كما قال لي أن هذا التكوين هذا زكا السي في ديالك، هذا التكوين وهذه الشهادة هذه زكا التكوين ديالك. فنتمنى التوفيق والفلاح والنجاح لجميع الطلبة اللي كانوا هنا وجميع الأساتذة. وواحد الجانب قال الأستاذ المساوي، ما بغيناش غير الشكر، ما بغيناش ندير انتقادات، وهذا كانت الحمد لله. أنا ما كنتكلمش على الجانب المعرفي على الجانب الأخلاقي، مي كانت الحمد لله بحال الحصص مثلا التوقيت كان شويه كنفوتوا مثلا داك التوقيت الزمني اللي كيتعطى مثلا من 9 كنحاولوا ربما حتى تقصير من بعض الطلبه انهم كيحضروا متاخرين، مي الحمد لله يعني على الصعيد العام اساتذه اختارونا اساتذه في المستوى، كنشكرهم كل الشكر وكل جزاء كل جزاء. كما قال كاين اساتذه اللي تعداو الحصص الزمنيه اللي تعطات لهم، تعداو الساعات ومازال مستعدين انهم يخدموا معنا حتى المورا العيد، كيقولنا الا عندكم مازال انكم كتحسوا بنفسكم مازال عندكم ما تكونتوش فحنا مستعدين نكونوا معكم، وهذا في حد ذاته راه خير كثير 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 حضرنا في هذه الزاويه هذه. ونتمنى من الله عز وجل كما قلت نكون جميعا اضافه ان شاء الله متميزه واضافه ان شاء الله مفيده. والشكر الجزيل للاستاذه، اول مره كنتعرفوا عليها كنشوفوها، الشكر الجزيل لها، وشكر جزيل لجميع الأساتذة الحاضرين، وأعتذر على الارتجالية. شكرا.